finalement. السلام عليكم اصدقاء عشاقه الدراجات الناريه. بالنسبه للناس اللي بيتفرجوا في هذا الفيديو ما ينساوش انهم يديروا الكيت ولا انهم يحبسوا الفيديو تيكونوا بوحدهم فيه تخسر الهضره. ونخليكم مع الفيديو. يلا نمشيو لطماريس لبحر الطماريس كيف يقولوا يسحب الحديد تما الخره ديالنا يطبقي الا كنسميك راجل. واش ندير معاك بالرب الصلاه على النبي في طماريس غادي نتلاقى وغادي نمشي لتما وغادي نبقى بعيد وغادي نشوف كي لين راجل اجيب بوحدك اقسم بالرب تنجيب بوحدي وجبت شوف جيب الكيروزين معاك شتي الكيروزين ما قلنا المهم بعدونا على الخرطي هاد النهار رجعنا لقيت عباد الله كاملين وهادي شي 6 شهور ولا عام كيهضروا على كيلي ميمي شنو كتعني كيلي ميمي ولد فيفي فهمتي هادوك اللي كتكون راجعه من الشباكيه الله فهمتي الله هنا يدخل فينا شي حاجه كترقط يا ربي في هاد العواشر فين ما هذا شنو كيديروا باش معروفوا الناس تبعاه فين ما كان شي موتور مصطالي فين حدا شي سيكليس حدا شي باركينغ حدا كيمشي رغب مولانا مزوق عطينا داك السر يا ولد المقوق يا ولد المقوق بقى توريني الكارد غريز اي خط اي موتور وريت يوريني الكارد غريز باش نعرفوا مولاه واش انت امك عساس با اطون بالله واش انت عساس ولد فساس وتجي تفتليها علينا وتطلقها على المغاربه فين ما حطي شي راجل يحط شي موتور تمشي تحداه اخويا دير له امر شو تبقى كتعيق على بنادم لو طورط لو طورط لو طورط لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عباد الله داروا الموتر في التبات والسكات وحنا والسوكان فن ماشي فن فن واقف حداه فن 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 اجل لو طورط اجل واش بقات في هاو 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 على خراوات راه غتهرب في الميراج نتبع امك بالميراج عندك يجيب لك الله الموتور بقات في الموتور راه نجيب 500 تيماكس عاديه واجي باش ما بغيتي بال 1200 ولا عطيني شي اغوستا وسير 100 خلا دار امك راه ما بقاتش في الموتور بقات في الكبده وبقات بنادم معيط على الله سير مطاط ياكلها وضربها في عوه كيلي ميني كيلي نمي قوتنا فين ما كان شي مقوق تجيو تلقاو ديروا لنا هنايا الشوط فين مولي نسمع الشباك في داركم وتجي تبقى كتقمقم هي جودي 600,000 موتور سيري على الباركينغ الجيرية ودبر على الدرام وسير تمشي تقوت شمال كان ماني ولا موتور ولا موتور بحال هادوك تلقاو ما دازوش حتى الكرام سير تمشي تقود ما قال لك حتى شي واحد وعباد الله الاخرين عاوتاني فين ما كان شي عساس شي باركين اجي لعندي ها كارطا ها نتمنى هاد البارطاجي تهز باش يعرفوا الرجال راه مازالين في هاد البلاد تبقاو كتقمقموا سيرو تمشيو تقودوا ما قال لكم حتى شي واحد مولي تبع امك بيها ولا شدتني بقات في الموتور في الموتور موتور درنا الموتور بالكارت غريب بسميتنا الاخرى والكارطونه بسميتنا وكانت كتبوه بسميتنا وكنركبو بسميتنا خلو كاين واحد النوع كيفهمو في كلش ما تقدلوش تصنطح هو ما عندش ما فين يدفن الحنش واقف باه مخلي له حتى ساقط الشعر والسكر والملحه والطونسيون وما تقدلوش بحال اللي هو اللي مغدي صافي تمشي تقود ما قال حتى شي واحد اسمع 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 اللي در فقارة الزنقه 45 ولد تيباري جي بلا ما نبقاو ديالو مسي قيد هاد المعلومة عندك باش بلا ما تبقى تسول تبقى حيت انا من عيط ابل وحدة حضرات لي النمرة ديالك معني اسمعني اخويا النمرة ديالي ما جابولكش الريب هي النمرة هاديك النمرة دحازق حتى هو يطلع لدرب الفقراء فقير عليه وواحد القضية نمرتك راه عندي واللي كيديروا الرجال ما كيقولوش السنان طايحين بالخبز 38 عام ما رانيش كندير ليكوش انا غادي نوصل عندك وبقى في هاد الهضرة ديالك ولا كنسميك راجل حداها 9000 ما تجيبنيش لحومتك وتبيدقني حدا عباد الله وجيو تعاونوا علي الا كنسميك عندك القلاوي ديال النحاس غنتلاقاو فاس عيد لي على داك درب السلطان وحيد لي ويلا نمشيو لطماريس لبحر الطماريس كيف يقولوا يسحب الحديد تما الخرا ديالنا يطبق الا كنسميك راجل واش ندير معاك بالرب الصلاه على النبي في طماريس غادي نتلاقاو غادي نمشي لتما وغادي نبقى بعيد وغادي نشوف كي لين راجل اجيب بوحدك اقسم بالرب تنجيب بوحدي وجبت شوف جيب الكيروزين معاك شتي الكيروزين جيب انا غادي نطلع لك قلاوي اشي طلع شي لي سخان اخو وانا كورونا
طلع لك السخان. الله يطلع الله يطلع شي ديس يا خيا طريف سالينا صافي انا نطلع لك داك كازا غادي تعرفني واش ماتا ولا هاو 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 عيني تسالح يدي لهوا عيني تلقوا الترانات بحيت شوف الترانات تطلق والله تنكري طوموبيل على ودك بالله العلي العظيم وتنوصل لكازا وغادي تشوفني وياك انت ولد كازا اقسم بالرب الا لعبت فيها قبل منك كان شادر لك اخو بوزيك قدام بيبليك اخو فهمشيني حنا كنا مفارقين كنا خالقين السعادة ولكن عادي تبغي انت شي واحد يصوني عليك ويسبك ويحلف فيك وكذا وكذا ما كنتش عاقل اخو ما كنتش عاقل شكش كندير واجمي كي كديرو وكي كديرو واخطيونا وبعدونا الله يرحم لكم الوالدين وكي كديرو وما فهمتش والله ما وبنادم غير دابا عاد الدراري قبل ما نصلي العشاء وما خلاليش اقسم بالرب انا سرتنيش صحابي مطلعينها محيت صونيت عليه ابي الفيديو اقسم بالله الا هو ودخل تعرفتك انت عاد انا سرتنيش لي فون مطلعينها بديتي كنت محيت عرفتك انت بدينا كنتسب وسبيت لامه الله يرحمها جا بنادم قال لي اودي امه ما يتحشومه وكذا دابا تصالحوا ولا انا مازال في كلمتي انا حدا 10000 غادي نطلع ليك داك الساعه خير ساعه طار عند خاره معك ما نكذبش عليك دابا شوف دابا شوف سمعني 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 دابا شوف دابا انا كنعرف قدام بيبليك كامل انا عيط لك الوالدين ديالك اسمح لي فهمتيني ماشي خفشوا منك ولا شي حاجه ولكن عيط لك الوالدين ديالك فهمتيني ذول فين مره اخرى اسمعني سمعنا اخايا كيليميني ولا كيما كنعرف سميتك انا مره اخرى نقزم الطياره زبط ديريكت للهنديه مره اخرى بقى تعرف بنادم شنو حنا هي كنركبوا في ها هما اي وحده الخوت شنو كتعرفوا على هاد اعلاد كيقال لي هذا على هاد الحازق شنو كتعرفوا عليه مسامحه البيزيكي المسامحه ولا شكون ما طلبش المسامحه اقسم بالرب تنطلع لك اخيا كليميني ما نكذبش عليك لا شوف شوف سمعني سمعني انا ماشي خفش من انا قلت لك سمح لي والله شفت انا ما كان خاف تمشي واحد كان خاف من الله ولكن اخر قادي نتبرطوا انا وياك فيها موت فيها شوف حنا كنعرفوا قبرو تابوت ولا حبسوا ساروت هذه هي التاليه ديالها صافي ولكن باش جيت تسب لي امه راه ما نبغيش اخي ما نكذبش عليك فهمتك فهمتك وانت انا غادي نطلب منك المسامحه ماشي منك غادي نطلب المسامحه الله يرحمك لا شوف شوف سمعني 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 باش حاجه انا ما نسبيش الوالده ديالي الوالده ديالي ميجا انا ما رضيتش واش فهمتيني انا درت غلط سبيت لك الوالده ديالك اخو انت اللي سبيتي الاول اودي واش تقدع الموات هذا يلبرهوس خير ها هو بيلا سكران قال لك واش تقدع الموات قالو جاوب لي على هذه قالو واش تقدع نتاع الموات قال لك واش تقدع نتاع الموات مرحبا يقول لي مرحبا في اي وقت اخو سنتشت قوي.